مباراة الاتحاد والزمالك أكيد بتحظى باهتمام إعلامي كبير، اهتمام جماهيري كبير، الكل متابع مباراة الاتحاد والزمالك. حقيقي يعني مباراة جماهيرية بالمقام الأول، طبعا الزمالك بجماهيره ومنافسته للنادي الأهلي على اللقب، نادي الاتحاد بجماهيره اللي بتعشق فريق الاتحاد السكندري، برضو كمان تأكيد وجودنا في الدوري بشكل كويس قوي، استعدادنا كمان لمباراة الكاس اللي غالبا هتكون مع نادي الزمالك، فبالتالي بروفا برضو قبل ما نلعب طبعا الزمالك او اتحاد الشرطه، مع كامل الاحترام طبعا لفريق اتحاد الشرطه، لكن يعني الاقرب طبعا بيبقى دايما الفريق الكبير، فبالتالي مواجهات كلها صعبه، واتمنى ان شاء الله ان احنا ربنا يكرمنا. كان السنين اللي فاتت يقول لك ان ولاد النادي بيبقوا يعني متعاطفين مع النادي بتاعهم، دلوقتي السنه دي بقت جديده، يعني مثلا لو جهاز فني اهلاوي بيلعب ضد النادي الاهلي، فكان بيقولوا السنين اللي فاتت ان هو هيتعاطف، جهاز فني زملكاوي بيلعب ضد نادي الزمالك يقولوا ايه ده هيتعاطف، الجديد بقى السنه دي ان كمان لو جهاز فني اهلاوي بيلعب نادي الزمالك هيلعب لحساب الاهلي، طبعا يعني ده شغل جماهير وحلو جميل سبايسي كده وإثارة للدوري، لكن في الآخر كل واحد بيشتغل في المكان بضميره وبيشتغل ده أكل عيشه، وفي الآخر النادي بتاعك اللي انت تربيت فيه هو اللي هيبقى علمك اللي انت هتعمله، هل علمك احترام وان انت حتى لو بتلعب النادي الأهلي وانت أهلاوي او بتلعب نادي الزمالك وانت زملكاوي، النادي بتاعك علمك ايه؟ فطبعا يعني من المؤكد ان احنا بنلعب كل مبارياتنا، وبعدين الكلام ده لو احنا بنخسر، يعني احنا الحمد لله والشكر لله 7 مباريات 5 مكسب وتعادل مع المحلة وهزيمة واحدة، فالحمد لله يعني امورنا زي الفل الحمد لله. مجلس الإدارة حفز اللاعبين بصرف المكافآت على الجيش، ويعني في تحفيز من مجلس الإدارة اللاعبين قبل المباراة. احنا امورنا كلها في كرة، فريق كرة الحمد لله زي الفل ومستقر. اتمنى من الناس وبعض الاعلاميين وبعض الناس اللي في الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا كله ان ما تدخلش فريق كرة مع مشكلة السلة، في مشكلة في فريق السلة ده قادر على حلها مجلس الإدارة، لكن ما تدخلش فريق كرة طرف، يعني ما تقولش فيه وقفة احتجاجية علشان فريق كرة ومعاه فريق السلة، لا فريق كرة بره الموضوع ده. الحمد لله والشكر لله جينا كجهاز فني متكامل وعندنا هدف واحد بس، هو انتشال نادي الاتحاد السكندري من انهيار في النتائج على مدار 3 شهور، 10 مباريات ما فيش فيهم ولا مباراة مكسب، فكنا عايزين نيجي نقعد نادي الاتحاد في الدوري، ده الهدف بتاعنا، فاشتغلنا على كده، ربنا كرمنا اخر كرم الحمد لله سواء في الدوري ولا في الكاس كمان، وروحنا لمكان كويس قوي ان شاء الله ربنا يكرمنا ونكمل ان شاء الله. فاتمنى ان فريق كوره يتاخد لوحده ومشاكل فريق السله تتاخد لوحدها. اخيرا اخر نصيحه قلتها ليوسف اوباما ايه؟ يوسف واحد من اللعيبه الموهوبه جدا في الدوري المصري، في بعض اللاعبين الموهوبين محتاجين معاملة خاصة، محتاجين يعاملوا نفسيا، بما ان احنا في الكرة المصرية ما بنستخدمش علم النفس الرياضي، ويعني بعيد قوي عن الفكر الاوروبي، ولما النادي الاهلي جاب دكتور علم نفس رياضي الناس اتريقت وناس قالت لك هي اللعيبة مجانين، بس هو فعلا اللعيبة كلها مش زي بعضها، التلاتين لعيب كل واحد ليه عقلية وليه نفسية شكل، يوسف أوباما الموقف اللي عمله 100% ولا يقصد ولا قصد انه يضيع ضربة الجزاء ولا قصد انه هو بيعمل كده مثلا عشان يرجع نادي الزمالك، بالعكس هو اكتر واحد ممكن ياخد شنطته ويروح يقعد في البيت مفيش مشكلة ويبقى السنة خلصت بالنسبة له، لكن هو الولد كان متأكد ان الكرة دي ربنا هيوفقه فيها ويجيبها جون ويفرح جماهير الاتحاد زي ما هو متعود، فلما ضاعت هو الدنيا سودت في وشه، فخد قرار خاطئ اتغرم عليه مبلغ مالي كبير جدا، فيعني واتمنى من كل الناس ان هي طالما جابت ناس تدير واثقه فيها تسيب بقى الناحيه الاداريه والناحيه الفنيه للكابتن مختار طبعا والناحيه الاداريه ليا وتشوف النتائج، يعني في الاخر نتحاسب على النتائج. بالتوفيق يا كابتن. شكرا.